لا اترك الاطفال يشاهدوا التلفزيون لوحدهم، دي واحده. اثنين، يكون في زمن محدد بالنسبه لمشاهده البرامج التلفزيونيه، لانه صراحه حتى التلفزيون ده المشاهده بتاعته بالعيون ذات ضرر للاطفال. يعني هو الجلوس امام التلفزيون في ساعات طويله، امام الكمبيوتر في ساعات طويله، بيسبب امراض كثير جدا للانسان، سواء كان هذه الامراض منها السمنة، سواء كان ضعف النظر، سواء كان اشعاعات تاتي من شاشات التلفزيون او الكمبيوتر وكذا. وبالتالي لابد ان يكون في تنظيم من قبل الام والاب في البيت لاطفالهم عشان يحموهم من هذا الامر. يكون في يعني طبعا الامر زي ما قلت، ما كاب وام ما تستطيع، الاب والام في زحمه العمل والشغل وكذا صغير. لكن المدارس، انا طبعا بتكلم انه هنا التربيه العلميه تكون عن طريق المدارس. المدارس هي تستطيع من خلال منهج خاص في المدرسه تحاول ان تنمي التفكير الناقد بالنسبه للاطفال، وتمنعهم من مشاهده، يعني تحاول تمنعهم من مشاهده البرامج اي كلام او البرامج الكثيره، وحاول ينتقوا البرامج، لانه بعد اصبح عندهم تفكير ناقد، اصبح عندهم تحليل لبعض الرسائل، اصبح عندهم علم بانه الذي يعني يحاك ضدهم في وسائل الاعلام موجود، يعني وعرفوا هذا الامر. وبالتالي طبعا التربيه العلميه لو جينا لقدام هناك نلقى ان عندها منهجين. واحد من منهج التربيه الاعلاميه انه المنهج العام، وده المنهج العام اللي هو شنو، انه الناس يدرسوا عامه الشعب، تدرس معلومات او منهج